لديك كاميرا ويب USB كام اس بي او كاميرا داخليه في الكمبيوتر المحمول وتريد تحويلها الى كاميرا مراقبه صوت وصوره بالتسجيلات وايضا يمكنك مشاهدتها من الهاتف في اي مكان في العالم سوف اشرح لكم طريقه سهله جدا يمكن لاي شخص ان يقوم بها ابقوا معي الى اخر الفيديو لكي تفهموا كل الخطوات اول شيء سوف نقوم به بعد ربط كاميرا الويب كام مع الكمبيوتر هو اننا سوف نقوم بالدخول الى موقع اي فيديو، سوف اترك لكم روابط الموقع والتطبيق الذي سوف نحتاجه في خانه الوصف، نقوم اولا بتحميل برنامج اي فيديو سيرفر، سوف تقوم بتحميل البرنامج المتوافق مع نسخه الويندوز التي لديك او ان كنت تستخدم ماك بوك برو او اي ماك او اي جهاز من شركه ابل يمكنك تحميل بصيغه دي ام جي وايضا هو متوفر هذا البرنامج في نظام اللينكس سوف اقوم بتحميل ويندوز 64 هو المتوافق مع جهازي بعدما قمنا بتحميل البرنامج نقوم بعمل له تثبيت على الويندوز Next. اترك كل شيء كما هو Next. Install. جيد جدا اضغط فينيش واترك هذه الخانه مفعله لكي يفتح لنا التطبيق مباشره جيد جدا هذه هي واجهه البرنامج اي فيديو سيرفر كما تلاحظون هنا لدي الكثير من الاجهزه مثلا هذه الكاميرا الداخليه في اللابتوب سوف اقوم بتعطيلها وهذه بعض البرامج الاخرى الخاصه بالكاميرا اذا سوف اترك فقط جنرال ويب كام وهي ويب كام يو اس بي التي سوف استخدمها ان بها مايك داخلي يعني بها ميكروفون صوت وصوره ان كنت تستخدم ويب كام اس بي نوع قديم ليس به مايكروفون فيمكنك استخدام ميكروفون خارجي اما بالنسبه لاجهزه الكمبيوتر المحمول فدائما يكون فيها مايكروفون داخلي هنا في اعدادات الصوت اختار مايكروفون جنرال ويب يعني الميكروفون الخاص بالويب كام كاميرا يمكنك استخدام الميكروفون الداخلي في الكمبيوتر المحمول جيد جدا هذا طبعا في حالة إن أردت الصوت والصورة إن أردت فقط الصورة فلست بحاجة إلى إعدادات الصوت هذه أضغط هنا وأضغط على بريفيو كما تلاحظون ها دي الكاميرا شغالة أولا يجب أن نقوم بالضغط على خيار ستارت جيد جدا الآن سوف نضغط على خيار أكونت أكونت سوف يقوم البرنامج بفتح نافذة في متصفح الإنترنت الخاص بنا يدخلنا إلى هذه الصفحة نقوم هنا بالضغط على خيار سين أب من أجل إنشاء حساب يجب أن أكتب هنا إيميل أدرس خاصة بي وباسورد الذي أريده ثم أوافق على الشروط وأضغط على Create an Account. الآن بعدما قمنا بإنشاء حساب مع iVideon أعود إلى البرنامج أذهب إلى خانة General ثم Setup Wizard أضغط على Next. اختار نيو كونفيجريشن نيكست وهنا نقوم بادخال ايميل ادريس الذي انشانا الحساب به هنا يمكنني ان اختار منزل مكتب او ما الى ذلك او اتركها منزل نيكست ثم اضغط على نيكست كما تلاحظون هنا يعني يبحث عن الاجهزه الكاميرات التي لدي سوف اتركه فقط جنرال ويب هي التي اريد ان يضيفها هنا خاصيه رائعه جدا سوف اشرحها لكم ان اردت ان تضيف دي في ار ان في ار يعني لا يشتغل فيه البي تو بي او مثلا بعض اجهزه دي في ار القديمه التي توقف فيها السيرفر الذي نشاهد به كاميرات المراقبه عن بعد من الهاتف فيمكننا ان نستغل هذا البرنامج في هذا الامر إن أردتم أن نشرح هذه الطريقة أتركوها لي في التعليقات. نضغط next هذه الخانة يا إخوان من أجل التسجيلات، إن أردت الحصول على التسجيلات كأنه لديك دي في آر. التسجيلات سوف تكون في الكمبيوتر هنا يقول لنا ما هو الملف الذي نريد أن تكون فيه التسجيلات، مثلا سوف أختار في سطح المكتب وأضغط كليك يمين فولدر وأسميه مثلا. ويب كام ريكوردز جيد جدا هنا ان اردت ان اضيف مثلا ستورج سبيس يعني اضيف سعه التخزين لهذا البرنامج يعني كلما اعطيته سعه اكبر كلما استطاع ان يسجل لي اكثر مثلا سوف اعطيه 20 جيجا هذه فقط تجربه نكست جيد جدا هنا ان اردت ان يشتغل برنامج اي فيديو سيرفر اوتوماتيكيا عندما يعني تشغل جهاز الكمبيوتر او ان اردت ان تتركها يعني بدون ذلك اضغط فينيش يقوم البرنامج بفتح نافذه اخرى في متصفح الانترنت كما تلاحظون ها هي دي الكاميرا متصله جنرال ويب كام نضغط اولا هنا على علامة الكاميرا اختار select a pricing plan كما تلاحظون هذا البرنامج ليس مجاني لكن سوف اضغط على خيار try for free سوف يعطينا فترة مجانية لمدة شهر وبعدها يمكنك ان تقوم باستخدام ايميل اخر وتقوم بالحصول على مدة تجريبية أخرى هناك بعض الخدمات التي تعطيك إيميلات مؤقتة تستطيع إنشاء حسابات يعني بدون حدود في هذا البرنامج الآن سوف أضغط على جنرال ويب كام جنرال ويب تحياتي الآن الكاميرا مشتغلة على الكمبيوتر يعني يمكنني مشاهدتها من اي مكان في العالم فقط ادخل الموقع والايميل والباسورد الخاص بي وارى الويب كام الخاصه بي من اي مكان. الان سوف نتعرف على الطريقه على الهاتف. اولا نقوم بتحميل تطبيق اي فيديو من بلاي ستور على اجهزه الاندرويد واب ستور على اجهزه الاي او اس نقوم بفتح التطبيق. نضغط على خيار ساين ان لاننا قمنا مسبقا بانشاء حساب ندخل الايميل الذي قمنا بالتسجيل به في الموقع نضغط على ساين ان كما تلاحظون فتح لي الكاميرا سوف اضغط عليها لكن قبل ذلك سوف اقوم بقفل الواي فاي وافتح الفور جي جيد جدا لكي نتاكد ان التطبيق سوف يعمل عن بعد اضغط عليه كما تلاحظون الكاميرا شغاله هذا الايكو لانني اتكلم في نفس المكان الذي يوجد فيه الميكروفون رائع جداً. رائع, جداً. رائع جدا بالنسبة للرجوع إلى التسجيلات نذهب إلى الفولدر الذي قمنا باختياره لكي يضع فيه البرنامج التسجيلات نفتحه ويب كام ريكوردز بالنسبة لي أنا أدخل إلى هذا الخيار هنا مجموعة من التسجيلات يجب أن يكون لديك برنامج ميديا بلاير كلاسيك هوم سينما لكي تستطيع قراءة هذه الملفات سوف اختار اي ملف مثلا هذا الملف أه كما تلاحظون ها هي دي التسجيلات ويمكنك ايضا الرجوع الى التسجيلات من تطبيق الهاتف اذا يا اخوان كانت هذه هي الطريقه ان واجهتم اي صعوبات مثلا لم تشتغل معكم من اول مره اتركوا لي اسئلتكم في التعليقات سوف اساعدكم لكي تنجح معكم الطريقه وكان هذا كل شيء لا تنسونا بالاشتراك باللايك ومشاركة الفيديوهات الى اللقاء يا اخوان